ينضم إلينا من بيت لحم من مركز الحجر بفندق بارادايس عبر سكايب نيكولا قواس، أحد المتعافين من كورونا. أسألك أسئلة تبادر لذهن أي شخص يسمع أنك تعافيت من كورونا. في البدء ضعنا في أهم الأعراض الرئيسية التي تعرضت لها، وكيف عرفت أنك مصاب بكورونا؟ مساء الخير. يعني أهم الأعراض اللي تعرضت لها كانت الألم في الرأس، صداع، ارتفاع درجات الحرارة بشكل كتير كبير، الكحة والتنفس، وأعراض أخرى مثل فقدان حاسة التذوق والشم، المغص بالمعدة وكان شديد. يعني هذه أهم الأعراض اللي تعرضت لها في البداية واللي كانت تشتد مع مرور الأيام. طيب، هل ذهبت مباشرة تطوعا من نفسك ليتم الفحص عليك مباشرة، أم ما الخطوات التي تصرفتها؟ بمجرد أني بدأت أشعر بالأعراض، قمت بالاتصال بوزارة الصحة، طواقم الطبية المختصة بالتعامل مع هذا الفيروس، وأحكيت لهم على الأعراض وطلبت منهم أنهم يفحصوني حسب الإجراءات المعمول فيها بوزارة الصحة، والطواقم وصلت عنا للبيت وقامت بإجراء الفحص، وتبين في وقت لاحق بعد الفحص أني مصاب بهذا الفيروس. طيب، بالنسبة أيضا لو يمكن أن تحدثنا أكثر حول أهم العلاجات التي تناولتها لمواجهة هذا الفيروس. هل هناك بروتوكول معين تتبعه وزارة الصحة الفلسطينية في إعطاء جرعات معينة من نوعية دواء معين؟ حدثنا أكثر عن هذه النقطة. بالتأكيد حسب اللي اختبرته كان في أكثر من نوع دواء كانوا يعطوني إياه حسب البروتوكول المتبع. جزء من هاي الأدوية كان لعلاج الأعراض الظاهرة مثل الكحة، التهاب الرئتين، كل هاي الأشياء. وكان كمان في أدوية موصى فيها من وزارة من مؤسسة الصحة العالمية، اللي هي أدوية تختص بعلاج الملاريا أو الكلوروكين، ودواء إنفلونزا الخنازير، وكانت الجرعات محسوبة حسب البروتوكول المتبع بالوزارة. طيب، حدثني أكثر حول يعني بشكل عام عن الوضع في الحجر الذي كنت فيه، كيفية المناوبات، كيفية زيارة الأطباء إليك، وكذلك الإجراءات الوقائية المتخذة هناك في الحجر الطبي. حدثني أكثر عن هذا الأمر. يعني كل سبل الوقاية موجودة والعزل، إن كان بين المرضى بينهم، يعني بين المرضى بين بعض أو بين المرضى حتى والأطباء، ولكن دائما في وجود لكادر طبي مؤهل كان بتابع حالتنا أول بأول ساعة ساعة على مدار اليوم. كمان طاقم تمريض مؤهل كان بتابع معنا وبقوم بالفحوصات الدورية وبتابع معنا حالتنا الصحية حتى النفسية. وكانت وما زالت من أول يوم لآخر يوم العناية والاهتمام بشكل كتير كبير. طيب، سؤال أخير، هل سمحوا لك الدكاترة بالذهاب إلى منزلك أم هناك فترة يجب أن تخضع لها ووقت معين حتى تعود إلى منزلك؟ حسب البروتوكول المتبع في وزارة الصحة لازم يكون في 3 فحوصات سلبية نتيجتها حتى أتمكن أني أطلع من المركز الوطني للتأهيل، وبعدها راح أدخل في كمان 14 يوم حجر منزلي صحي لغاية ما إعلان أني تشافيت تماما وغير قادر على نقل العدوى لأي شخص أنا بتعامل معه. شكرا جزيلا لك السيد نيكولا قواس، أحد المتعافين من كورونا، والحمد لله على سلامتك.